سيد في وحي إسماعيل، أيضا غزة. نقطة مهمة، بما أنك تتحدث عن المنجزات والمتوقع الآن نرى مشهدا في غلاف غزة لتجمع كبير آليات عسكرية، دبابات مدفعية، حتى الحديث مستمر عن المزيد من التعزيزات العسكرية هناك. قراءتكم الميدانية، هل أنتم أمام عملية برية سيخوضها جيش الاحتلال في غزة؟ هل هذا ما تستعدون له؟ الاحتلال الصهيوني هو أجبن من أن يقدم على معركة برية، لأنه لم يستطع أن يواجه شباب المقاومة بأعداد محدودة، وهو متحصن في حصونه بكل دباباته واستخباراته وكل التكنولوجيا التي يملكها، فكيف سيأتي إلى قطاع غزة؟ قطاع غزة ليس مفروشا بالزهور والرياحين، والمقاومة تنتظر على أحر من الجمر لمواجهة ميدانية مع هذا الاحتلال. وهذا الاحتلال الذي تهشمت صورته وهزم أمام المقاومة ليس جديرا أن يواجه المقاومة أو أن يدخل برا، لأنه جبان ولأنه أوهى مما تتصورون، وإن أي منازلة مع هذا الاحتلال سيندم الاحتلال على العدد الكبير الذي سيفوق هذا العدد الذي حصلته المقاومة وحققته من قتل وأسر لهذا الاحتلال الصهيوني.